هلا مرحبا. سمبوسة لذيذة بأنواع المقرمش والبلدي من شهم حل الجزيرة. الحشوات اللي تبون دجاج لحوم بطاطا أجبان جهزت ما شاء الله. شوفوا الكمية هذه. هنا بالبداية شوحت الدجاج مع البصل حد ما نشف، بعدين حطيت عليه شوي سمنة مع زيت زيتون مع البصل الأخضر والثوم والفليفلة. حركته لحد ما طبخ تقريبا على نار هادية 4 دقائق. بعدها حطيت الكركم والكمون والملح والفلفل الأسود، حطيت الكزبرة وخليته يطبخ شوي. بعد ما نشف بهالطريقة كذا حطيت عليه الورقيات بعد ما برد. وبعده جهزت القرصان 4 أشكال عندي، فيه البر حق مسخن، وفيه هنا حق الفرن، وهنا كذلك البلدي للزيت، وهنا بالقلاية الهوائية اللي هو فيليبس. شوفوا كيف خفه مرة خفيف ويجي معكم بكل سهولة ولا يعجن ولا حاجة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله وبكل سهولة هالطريقة كذا مثلث أو حسب ما اعتدتوا. تحبون تكثرون الحشو، والبعض يحب قليل حشوته حسب الطلب، حتى الحشوات حسب الرغبة. شايفين، وتلصقونه بالعجين أو تدخلونه كذا بنفس الفتحة حد ما تخلصون الكمية بهالشكل كذا. حبيتوا تفرزنونه تحطونه بعلب، أول شيء تثلجونه كذا بين طبقات بلاستيك، وبعدين تحطونه بعلب بالفريزر، وبكذا يكون عندكم جاهز. إذا حبيتوا تقلون فيليبس أو بالفرن أو بالزيت حسب رغبتكم، وبكذا خلص وعلينا عليكم العافية. ما ينشبع منه ما شاء الله تبارك الله، لذيذ. لا تنسوني من دعاكم.